مضى نصف رمضان، مضى نصف رمضان وصدق الله، أياما معدودات، شمس تغرب وشمس تشرق، ساعاته تذهب وأوقاته تنهب وزمانه يطلب. انتصف الشهر وانهدم، وفاز من بحبل الله اعتصم، واغتنم الشهر خير مغتنم. شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف؟ هبات الوهاب تمنح وعطاياه تطرح، ونحن في سبات عميق، أو في سهر على محرم، أو في ضياع وقت وتفريط. كم من ساعة استجابة ضائعة عند كثير من الناس، ألا وهي ساعة السحر، ساعة النزول الإلهي العظيم إلى السماء الدنيا لينادي العباد: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إنها ساعة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار. كثيرون هم الذين حرموا أنفسهم منها حتى في رمضان. ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة، والتسويف يمحق الخير ساعة بعد ساعة. نحن الآن في منتصف العمل، فإن كان قد فاتك الكثير وشغلتك الحياة وضاعت الهمة التي كانت عندك في أول رمضان، فما زالت الفرصة أمامك، والأيام المقبلة أهم وأعظم وأغلى، فإن همتك وعزمك من اليوم قد يجعلك تسبق من بدأ من أول الشهر، فسرعتك قد تكون أعظم. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الكثيرين يحسنون البداية، ولكن القليل من الناس من يحسن إتقان النهاية، فالعبرة بالخواتيم. ولذلك جعلت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان للمجتهدين حتى النهاية. فيا من أحسنتم البدايات، الحذر الحذر من الغفلة في النصف الثاني من رمضان، فالخير كله قادم في العشر الأواخر. ويا من لم تبدأوا بعد، السبق السبق، فالخير كله قادم.